السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشرح طقم جرانيت اكسل، طقم نازل جديد في السوق، خامة محترمة جدا، شكل شيك جدا زي ما احنا شايفين قدامنا كده، حاجة كده شبه ايديال هوم في الديزاين بتاعه وفي الماتيريال بتاعه، حاجة داي كاست شكل يد منه، فيه خامته كويسة جدا يعني، بصوا كده وكشكل محترم، بصوا كده طقم اكسل دي كاست ميد ان تركي، تصنيع تركي، ده طقم جديد نازل شفته هنا في فرع دارك، قلت اصوره واعرضه لحضراتكم. طقم اكسل ده مكون من ايه؟ مكون من 4 حلل، 1 2 3 4، في هنا صينية، صينية فرن، في وراها ميلات كريب، في طقم كنك، في جريل، في طاجن، لبانة، طاسة غويطة، يعني طقم كبير، يعني 4 حلل، 8 قطع، 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. طقم مكون من 19 قطعة ومعاه مسكات سيليكون ومعاه طقم توزيع. الطقم ده شبه ايديال هوم، اليد بتاعته خشبية مجلفنة طبعا بسيليكون، طقم كشكل شيك، بيجي منه ألوان كتير، بيجي منه الأسود وبيجي منه البني زي ما احنا شايفين كده اللي هو زي النبيتي، وبيجي منه البيج. أكبر حلة بتكون معانا مقاس 30 كبيرة. نقول مقاسات الحلل، الطقم ده بينزل أصغر مقاس 18 18 و22 و24 و30، مقاساته محترمة، مقاساته كبيرة لأي عروسة بتجهز محتاجة مقاسات كبيرة في طقم الجرانيت. بيجي هنا معانا اللبانة مقاس 16 كبيرة، معانا بيجي الوك 28، طاجن مقاس 30، معانا جريل هنا مقاس 28، وطقم كنك مقاسات مختلفة على ستاند، وبتيجي هنا صينية فرن مقاس 28 وميلات كريب مقاس 26، يعني معانا طقم كامل متكامل لأي عروسة بتجهز. سعر الطقم ده 7475 جنيه، مكون من 25 قطعة. الطقم ده موجود في دارك مول، مش هتلاقيه في رنين ولا شاهين، الطقم ده أنا شفته بس في دارك قلت أصوره معاكم. بصوا كده شكل الحلة، شكل الحلة محترم جدا، شكل دي كاست، سمك الحلة 4 ملي، بس سمك الحلة ما يفرقش معانا حتى لو 4، في ناس بتحب مثلا تقول لك سمك الحلة 6 ملي أو 5 ملي والكلام ده، لا الكلام ده مش هيفرق، الأربعة ده أهم حاجة عند الخامة، مش يكون سمك الحلة، الخامة بتاعته محترمة جدا، شكل شيك، الغطا بيجي بشكل خشبي كده زي النيو كلاين وليديا الهوم، حاجة محترمة. معانا اللبانة مقاس 16، ده شكلها، بصوا كده الكوتت بتاعه محترم، التقفيل بتاعه حلو جدا. معانا الجريل هنا مقاس 28، صينية الفرن وميلات الكريب. تيجي أكبر حلة هنا معايا مقاس 30، يعني بصوا كده طقم ده ميزته ان فيه قاعدة توزيع، هي قاعدة توزيع مش ألمونيوم، بس هي قاعدة ألمونيوم متجلفنة بجرانيت، يعني هي مع الوقت فعلا ممكن تتجرح من تحت بسبب قاعدة البوتاجاز، لو البوتاجاز جاز مش اندكشن او بلت ان او كهربا دي هتتجرح معاكي، ده الطبيعي زي النيو فلام او موسر او نيو كلاين او اي طقم بيجي مش بكعب بتوزيع المونيوم ممكن تتجرح معاكي، بس دي مش مشكله، كده كده احنا قلنا قبل كده ان الطلاي اللي بره والكوتيد اللي بره غير اللي جوه، يعني ممكن تكون الحله
تتجرح من بره بس مش هتتجرح من جوه. طبعا الخامة بره غير الخامة اللي جوه، الخامة اللي جوه بتبقى أقوى وبتبقى عدد طبقات أكتر. دي صينية الفرن معانا كده، حاجة محترمة جدا، تقفيل محترم. معانا ملايات الكريب اهي، مش هتحتاج ملايات كريب، مش هتحتاج تجيبي صينية فرن، معاك صينية الفرن في الطق، ومعاك الجريل، معاك طقم الكنك والطاجن وطاسة غويطة ولبانة. مقاسات الحلة المحترمة جدا، قلنا 18 و22 و24 و30، أكبر حلة مقاس 30، دي كويسة جدا للناس اللي بتدور على الطاق يكون أكبر حلة مقاس 30 أو 32. معاك الحلة مقاس كبير جدا، تاخد ساعة لتلاقي كبيرة. شفنا التشكيلة دي كلها، طقم عروسة خامته محترمة جدا، يعتبر زي خامة ايديال هوم وبشكل مميز. سعر الطقم ده 7475 جنيه، طقم 25 قطعة. وبكده يكون خلصنا فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد أنا بقدمه. أشوفكم على خير، مع السلامة.